أهلا وسهلا أصدقائي المتابعين في حلقة جديدة لهذا الأسبوع، وإذا كان عندك شغف الإنتاج الصوتي فأنت في المكان الصحيح. واليوم راح نتكلم عن 7 إضافات أو بلوجينز تعتمد على الذكاء الاصطناعي في طريقة عملها. كل هذه البرامج راح أخلي روابطها في وصف هذا الفيديو. قبل لا نبتدي الحلقة لا تنسى تعطينا اللايك وتشترك في القناة وتشاركها مع جميع أصدقائك المهتمين في هذا المجال عشان نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة من الناس حول العالم. أول إضافة بنتكلم عنها اليوم هي إضافة Accentize Chameleon 2، وهي عبارة عن حلم تحقق خاصة للناس اللي تشتغل في مجال البوست برودكشن. إذا كان عندك مقطع فيديو من فيلم أو مسلسل ناوي تسوي له دوبلاج، عادة تلاقي صعوبة في مطابقة صوت المكان الموجود في الفيديو بالصوت المسجل داخل الاستوديو. فهذه الإضافة راح تساعدك على مطابقة صوت المكان الموجود في الفيديو مع المقطع الصوتي المسجل داخل الاستوديو. هذه الشغلة جداً قوية خاصة إذا كنت تشتغل في مجال الـ ADR المستخدم بشكل كبير في الدبلاج. كل اللي عليك تسويه أنك تشغل مقطع قصير من الصوت الموجود في الفيديو داخل هذه الإضافة، والذكاء الاصطناعي بيخلق لك Impulse Response اللي هي راح تكون مشابهة للي موجودة في الفيديو. هذه الإضافة جداً قوية يا جماعة، وانصح بها بقوة للناس اللي تشتغل في هذا المجال. برامج عزل صدى الصوت الموجود في التسجيل موجودة في السوق بكثرة، ولكن في برنامج واحد ما سمع عنه الكثير من الناس، وفي اعتقادي هو من أقوى البرامج لعزل صدى صوت المكان من التسجيل. هذا البرنامج اسمه هاش أوديو، وهو ليس إضافة تعمل داخل برنامج التسجيل، بل هو برنامج منفصل. كل اللي عليك تسويه هو أنك تسوي drag and drop للملف داخل البرنامج وتحدد السامبل ريت للملف الصوتي، ثم تختار قوة عمل البرنامج من خلال سلايدر بنسبة مئوية، والذكاء الاصطناعي راح يشيل لنا كل الأصوات الغير مرغوب فيها. في نقطة مهمة هنا يا جماعة حبيت أذكرها، بأنه يفضل استخدام البرنامج على أجهزة أبل اللي فيها معالج الـ M1 أو أعلى عشان تكون عملية الفصل أسرع بكثير، لأن إذا استخدمته على أي نوع آخر من معالجات مثل معالجات الإنتل راح يكون البرنامج جداً جداً بطيء. خلوني أسمعكم الحين نموذج للملف الصوتي قبل التعديل وبعد التعديل. Time was almost up. Rose pulled the orb out of her coat pocket, took a deep breath, and flipped the little red toggle on the side. At first, she thought only the clock had stopped, hands frozen at 5 to 11. But the more she listened, the less she heard. The overhead fan, the fridge with its interminable hum, the rumble of traffic in the street below, had all gone silent. برنامج بيبي أوديو تيب هو من أول البرامج اللي استخدمت الذكاء الاصطناعي في الحصول على تيب سيميوليشن بالصورة الصحيحة. وبصراحة هذه الإضافة أكثر من رائعة. لما تشوف الشكل الخارجي من البرنامج يبين أن برنامج عادي ما فيه إلا اللي هو النوبز والسلايدرز، ولكن وراء هذا الشكل في ألغوريثمز أو لوغاريتمات تم تدريبها بشكل جدا دقيق عشان تبين للفرق بين الصوت الأصلي والصوت اللي تم تغييره. حتى صوت التشويش وصوت حركة الموتور جداً طبيعية، وتفتح لك مجال الإبداع في الحصول على الأنواع المختلفة من الصوت. برنامج إيزوتوب نيوترون 4 هو برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في عملية الميكس للموسيقى. هذا البرنامج يقترح عليك أفكار مختلفة لطريقة عمل الـ EQ والكمبريسر والإكسايتر والعديد من طرق معالجة الصوت بمجرد أنه يسمع جزء بسيط من المقطع الموسيقي. البرنامج صار له فترة طويلة في السوق، ومع كل إصدار جديد يبهرنا بمزايا رائعة. بس نصيحة، لا تستخدمه على كل شانل موجود عندك في برنامج الصوت. حاول تستخدمه فقط كجايد أو كنقطة انطلاق. دائماً في النهاية اسمع العمل وخلك واثق من قرارك. البرنامج الخامس في قائمتنا يمكن الكثير ما سمعوا عنه، وهو مجموعة من الإضافات اسمها Sonable Smart Bundle، واللي تحتوي على مجموعة إضافات مثل Smart Reverb, Smart Comp, Smart Limit و Smart EQ. من اسم هذه الإضافات تعرف شنو راح يكون دورها. كل واحدة من هذه الإضافات تقوم بدورها من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. برنامج Smart Comp و Smart Limit يعطونك Compression و Limiting بشكل جداً شفاف. برنامج Smart EQ يقترح لنا Balanced Curve أو مستوى متوازن من الترددات. Smart Reverb يعطينا صدى صوت يتناسب مع مصدر الصوت اللي غذينا فيه النظام. سهولة استخدام هذه البرامج في رأيي هو مستقبل عملية الميكس.
قبل أن نكمل حلقتنا يا جماعة، خلوني أخبركم عن موقع أوتار وهو راعي حلقة اليوم. إذا استخدمت ملفات موسيقية غير مصرح فيها على اليوتيوب أو الإنستغرام أو أي منصة تواصل اجتماعي، أكيد واجهتك مشكلة حقوق النشر أو الكوبيرايت. موقع أوتار يقدم لك أكثر من 19 ألف مقطوعة موسيقية بنسخها المختلفة ومؤثرات صوتية تقدر تستخدمها بكل أمان في أعمالك الفنية أو على منصات التواصل الاجتماعي. من خلال استخدام الملفات الصوتية على منصة أوتار ما راح تواجه أبداً أي مشاكل لحقوق النشر. راح أخلي رابط الموقع في وصف الفيديو. البرنامج السادس في قائمتنا اليوم هو برنامج Acorn Digital Extract Dialogue 1.5، وهو برنامج آخر يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتنظيف ملف الحوار الصوتي أو الفويس أوفر. وفي الإصدار الأخير للبرنامج لاحظنا تحسين واضح لجودة الصوت الناتج من البرنامج، إضافة إلى سرعة واضحة في الحصول على النتيجة. البرنامج سهل الاستخدام، وعملية تنظيف الملف تتم مباشرة على جهازك بدون إرسال أي معلومات أو أي ملفات للإنترنت. تمام. ياكي يوب. Jeg trener ikke, og jeg klarer ikke å spille brettspill engang. Til og med når jeg vinner, så taper jeg. Det som til og med jeg skjønner at det ikke veldig sexy akkurat. آخر برنامج يا جماعة اليوم هو برنامج جديد من شركة Waves. اسم هذا البرنامج هو Waves Clarity VX D Reverb، وفي منه نسختين، النسخة العادية والنسخة الاحترافية أو البرو فيرجن. النسختين يستخدمون تقنية الذكاء الاصطناعي للتخلص من أي أصوات غير مرغوب فيها داخل التسجيل الصوتي. النسخة الاحترافية من البرنامج تعطيك خيارات أكثر للتحكم في الترددات الصوتية من خلال طريقة المالتي باند اللي تعطيك نقاط مختلفة على السبكتروم الصوتي. Listen, it's getting dark. We gotta get out of here. We gotta find some firewood. Listen, it's getting dark. We gotta get out of here. We gotta find some firewood. وبهذا أعزائي شفنا مع بعض 7 إضافات أو plugins تعتمد على الذكاء الاصطناعي في طريقة عملها. إن شاء الله عجبتكم الحلقة، لا تنسوا مرة ثانية تعطونا اللايك وتشاركون القناة مع كل أصدقائكم المهتمين في هذا المجال حول العالم. أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.